مجاهد بيعاني من التهاب في العصب السابع، صار له يعني فترة وعدة أشهر. طبعا يعني اليهود ما عالجوا، بس عرضوا مجرد عرض على يعني دكتور أعصاب. دكتور الأعصاب قال له بدك وضعك يعني مش سيء وبالطيب، وبده يعملوا له صورة، ولحد هسه يعني بيسمع بالصورة، ما عملوا له صورة وضربوا إبرة بخده، ضربوا إبرة بإيده اللي يعني بتشنج، لأنها إيده وركبته صار على أثرها يشنجن. وهو يعني صار زي عنده اكتئاب أو حالة نفسية، إنه يعني ما بحب حدا، بحبش حدا يسأله كل شو مالك أنت، ليش مريض، مالك، ليش ثمك هيك على الجنب، بحبش، لأنه يتحسس من هذا الإشي. بحمل الاحتلال هاي مسؤولية ابني، وبحمل اللي برا أخرى، يعني لا صليب كلكان فيه، ولا شؤون أسرى، ولا فصائل، ولا حدا، يعني إنه طالب إنه يعالجه، طالب بالإفراج عنه. ف يعني أنا شايف وضع بتفاقم بزيادة.